التي سوف نحاول أن نتحدث عنها بحلقتنا لليوم. نعم بالفعل أيضا ورح يكون في طبعا احنا حطينا بعض العناوين أنا وطبعا أختي شيماء بالإضافة إلى الأساتذة الأعداء طبعا المعدين، فذكرنا في بعض الاستفسارات أنه ما هو الجديد الذي سوف يطرح في القمة العربية بالدوحة، وأيضا ما هي الأهداف التي يتمناها الشارع العربي. إن شاء الله من خلال هذا اللقاء إن شاء الله مشاهدين الكرام راح تتعرفون على كل ما يحدث في هذه القمة، بالإضافة نوعدكم أيضا بنقل مباشر إلى قلب الحدث إن شاء الله. لكم مشاهدين الكرام أبقوا معنا في فاصل. مشاهدينا طبعا حبينا ان نحن يعني ناخذ كذا قراءة سريعة في مختلف الصحف مثل ما قلناكم، يعني وسوف نركز على تداعيات القمة على الصحافة المختلفة ان كانت خليجية او عربية او عالمية. نبتدي معاكم بصحيفة الشعب الجزائرية، ناخذ فقط احنا عناوين ونترك لكم الباقي بقراءة هذا الاخبار. توافق على رفض مذكرة اعتقال البشير واقرار المصالحة، بدأ امس وصول القادة وزعماء العرب الى الدوحة المشاركة في القمة العربية الدورية التي تستضيفها طبعا العاصمة القطرية اليوم الاثنين مدة يومين، وطبعا هناك يعني امور كثيرة حصلت في هذا الاجتماع. فاصل نعم.